السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كاس العالم قطر. والنهارده ماتش مش محتاج اتكلم عنه كتير، الصوره بتتكلم. ماتش طبعا برازيل في دور الثمانيه، ماتش صعب جدا، يكاد يكون اصعب ماتش في البطوله كلها لينا. طيب الماتش اللي فات او الحلقه اللي فاتت لعبنا قدام اسبانيا في دور ال 16 وعملنا ماتش حلو قوي قدامهم. اتمنى ان شاء الله نعمل ماتش حلو قدام برازيل بغض النظر عن النتيجه، انا فخور بالفرقه كلها. يلا بينا نشوف التشكيل بتاعنا قبل ما ندخل الماتش. ده التشكيل بتاعنا، طبعا بونو في حراسة المرمى، أكرد وسايس في السنتر باكات، حكيمي ومزراوي الاثنين فول باكس، واحد يمين واحد شمال، وناحي والمرابط ديفندرات، والملاح سليم وزياش وبوفال، الثلاثة خط وسط، والنصيري هو المهاجم بتاعنا. قبل ندخل على الماتش ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك للقناة وشير الفيديو مع اصحابك عشان ننزل محتوى بشكل يومي. يلا بينا على الماتش. يلا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش البرازيل، ماتش صعب قوي. علم البرازيل اللي هيبقى برضو يا جماعه، يعني العلم نفسه بصراحه يخض. يعني خش يا حكيمي، يلا حكيمي، مين اللي مقابل يا جماعه معايا؟ حلو يا اكرد، اه والله يلا حكيمي يا راجل، خلص بقى يا نصيري. ايه ده يا جدعان، هما بيجيبوا بقى اوفسايد، اوفسايد. يلا يا حكيمي بقى، خش يا بوفال. يلا نصيري، يا نصيري حرام عليك. حلو يا اكرد والله. الله يا بونو، بونو شايلنا بصراحة. طلع صفر بقى يا حكم، ما تصفر يا حكم في ايه؟ ايه يا جدعان، ده دخلت الدقيقة التالتة. طيب احكموا انتوا يا جماعه، يعني اديك شفتوا الدقيقه الثالثه بنلعب فيها وهو اصلا مدي دقيقه واحده بس بدل ضايع، يعني جون ظلم والله. يا زياش لو تخلص كورتك بسرعه، طلع الزمنك يا حكيمي، ده هايل يا بونو بجد والله. امسك يا بونو، يا صعب انا عارف. يلا بوفال، وحش قوي، لا ضعيفه. خش يا زياش. ايه يا زياش الهبل ده يا زياش، يعني الكوره جالك على شمالك بتاعتك. يا راجل خلص بقى، الله يا نصيري. لا حرام، ضرب الجزاء حرام حرام بجد، هايل يا بول بجد هايل، مش ممكن على الضغط بتاعهم. نزل حمد الله بدل نصيري، تعب قوي يا راجل.
سايس عنده انذار. طلع من ابوس ايدك. هايل يا رجاله والله. مين هيخش طيب؟ يلا حكيم خلص بقى جون. والله العظيم رجاله رجاله والله. العيال تعبت كلها ما يطلعش منك اكرر كده. يا نهار ابيض مش ممكن على الجون ده. مش عارف هنلحق ولا. يلا رجاله ان شاء الله فيها. خش يا حكيم. خش يا مرابط. حلوه سايس. يلا رجاله فينا ان شاء الله. تعال تعبت خلاص كلها. يلا حرام عليكم والله العظيم. ثلاثة هارد لك يا رجاله والله. عملنا ماتش للتاريخ والله بجد. طيب يا رجاله للاسف احنا خرجنا طبعا. حاولنا نقدم احسن حاجه عندنا والفرقه بصراحه يعني عملت كل اللي تقدر عليه. بكده حلقتنا خلصت النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك. السلام عليكم.